تولي الدولة اهتماما كبيرا للمصريين في الخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات للمصريين بالخارج ومنها مبادرة أصلك الطيب شأن كبير ودعم غير مسبوق قدمته وتقدمه الدولة لأبنائها في الخارج منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد حيث حرصت مؤسسات الدولة على مد أواصر العلاقات مع أبنائها في الدول المختلفة من خلال سياسة وطنية مهتمة بالتعاون الدولي سواء على امتداد علاقات العمل أو الدراسة والتدريب خطة الدولة للاهتمام بأبنائها في الخارج تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات والتي جاء على رأسها مبادرة إحياء الجذور نوستوس الرامية إلى تعزيز التعاون بين شعوب دول البحر المتوسط والتي كان رئيس السيسي قد أطلقها في القمة الثلاثية في نيقوسيا في نوفمبر 2017 الدولة كذلك أطلقت العديد من المبادرات للمصريين بالخارج، ومنها مبادرة أصلك الطيب الهادفة لتوصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أن بلدهم بحاجة لجهودهم والوقوف بجانب وطنهم، وقد حرصت المبادرة على توعية المصريين بالخارج بما يحدث في مصر من تنمية وطلبت مشاركتهم في المشروعات القوميه الدوله حرصت كذلك على تدريب وادماج العائدين من ابناء مصر في الخارج واطلقت العديد من المبادرات ومن بينها مبادره نورت بلدك لتوفير فرص العمل للعائدين من الخارج، وتم إطلاق مبادرة بداية ديجيتال لتوفير دورات تدريب مهنية من خلال منصة رقمية في مجال الوظائف الإلكترونية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم إطلاق مبادرة صوت مصر في أفريقيا، وذلك دعمًا لدور مصر الريادي والكبير في القارة، ومن أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا. وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية الدولة حرصت كذلك على التواصل بشكل مباشر مع المصريين في الخارج من خلال المسؤولين المعنيين فتم في السنوات القليلة الماضية عقد اجتماعات افتراضية مع أكثر من مئة جالية مصرية على مستوى العالم بهدف فتح قنوات اتصال للتعريف بالامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة لأبنائها وال الوقوف على اهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دوله وكان هناك اهتمام كبير بالتواصل مع المصريين بالخارج في الازمات ومناطق النزاعات فتم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع الطلبة، وخصوصا العائدين من دول النزاعات، وتم تشكيل لجنة دائمة لحل مشاكلهم. ولجذب الاستثمارات الجديدة، عملت الدولة على مواجهة العقبات أمام العديد من المستثمرين المصريين في الخارج، ممن واجهوا تحديات في الدخول للأسواق المصرية، فكان من أهم إنجازات الدولة في هذا الملف تسجيل شركه المصريين في الخارج في الهيئه العامه للاستثمار وذلك بعد الاجتماع لعشرات المرات بالمستثمرين المصريين في الخارج سواء افتراضيا أو فعليا والتواصل مع كافة الجهات المعنية في مصر بمجال الاستثمار حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير ويقوم المستثمرون العشرة الذين يشكلون النواة المؤسسة للشركة برأس مال مليار دولار على مدى عشر سنوات كما تعد مؤتمرات مصر تستطيع واحدة من أكبر المؤتمرات التي تم إطلاقها حيث استهدفت ربط الطيور المهاجره بوطنهم الام والاستفاده من خبراء وعلماء المصريين في الخارج بالاضافه الى تبادل الخبرات المختلفه